ميدات كي دايرين؟ صافا باخر، كلشي مزيان، اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير في احسن الاحوال. جيتكم فيديو جديد اختي. لا فيديو ديال اليوم غدوزوه معايا. مهم الى اول مره تشوف اختي القناه ديالي، ديري ابوني، ديري فعلي الجرس باش يبقاو يوصلوا كاع الفيديوهات الجداد اللي غادي نحط. ما تنسونيش من جيم وبزاف ديال لي كومونتير لعجبكم الفيديو، خليو لي كلمه زوينه اختي. دونك لا فيديو ديال اليوم كما كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات انه لانيفيرسير ديال راجلي قربات وما عندي ما ندير، دونك هي اليوم. المهم انا دابا غنشرح لكم شنو غندير باش تفهموا، باش ماشي في الفيديو نبقى ندربز لكم وما تكونوا فاهمين حتى شي حاجه. الوغ انا حرت وفي الاخر القرار الاخير اللي لقيت انني غادي نديرو انني غادي نديرو ليه صافي في الدار في حركه، لانه ما عندناش كيفاش نديرو. كي قلت لكم غير في الدار، بحال دابا هو اليوم خدام يخرج مع الثلاثه، اليوم لانيفيرسير ديالو، وانا الحلوه ما غتوجد ليا حتى جوجونس، ديجا دونديتها البارح ما غتوجد ليا حتى جوجونس الثلاثه. يعني لقيت انا الا نمشي نجيبها غيجي هو للدار ما غيلقانيش وغندخل بها انا قدامه. فبقيت كنشوف كيفاش غادي ندير. البارح صوفاني صاحبو البارح كان معانا كنقضيو داكشي اللي مازال خصنا نقضيوه، هو هذا كيعاوننا مسكين الله يسهل عليه. ايوا صافي وانا نقولها ليه وانا نقول ليه اجي نقول لك، خليت عز الدين دراها كيصاوب شي حاجه وانا نقول ليه اجي نقول لك، قلت له راه غدا عيد ميلاد عز الدين وهذا وانا ما بقيتش كندير ليه وهذا وهذا وهذا. وصافي بقى تيفكر معايا حتى هو واش بغيتو نمشيو لشي بلاصه زعما ديروا ليه فشي بلاصه ولا في الدار ولا هادي. قلت له والله ما عرفت. في الاخر قلت له الحل اللي عندي هو الدار. دابا انا المشكله ديال ديك الثلاثه كي غندير وبيعرفتي شنو، انا الثلاثه نيت غنمشي نقضى شي حاجه، قال لي غنقول ليه يمشي معايا، قال لي باش انت زعما تمشي تجيبي الحلوه وتجي على خاطرك للدار. ايوا هذا الشيء اللي كاين بعدا صوفاني في اخر لحظه لانه ما لقيتش الحل. انا كنت باغا صراحه نديروها بيكنيك اولا شي حاجه ولكن ما كاينش، وصافي بغيت نفرحو صافي بلا ما نبقى كنخمم بزاف لانه راسي ما مستحملش انني نزيد نبقى نفكر في حوايج اخرين. ايوا صافي دونك دابا دابا الوحده غادي نخرج اختي نمشي ناخذ شي حاجه لهادشي اللي كنقادو. قال لي انت تمشي تاخذيها على راسك. غادي نمشي دابا وغادي ندوز عند مولات 5 دراهم ندوركم هكا اللي كاين هنايا حدايا، نشوفو جبت شي حاجه جديده، نشوف عندها شي حاجه كندوركم معايا وغادي ندوز للسوق. دونك قررت انني ندير غير كغاطا. عز الدين ما كرهش ياكل مرقه يوميا ولكن انا راني كرهت. صافي فكرت ندير غير كغاطا وغنديرو بلا بات. موالف مره كنديرو بلا بات مره بلا لا بات، هاد المره غادي نديرو حتى بلا بات، يعني بطاطا وبطاطا والكفته ولي بات ولاصوص بيشاميل والفرماج. دونك صافي ودابا نيت لقيتوني لقيت عندي غير بطاطا صغيره وغادي تعذبني باش نقيها وهذا، قلت نخرج نمشي نجيب بطاطا كبيره ديجا خاصاني خاصاني. صافي وغندوز للسوق ومن بعد ندوز لمولات 5 دراهم. المهم انا شرحت لكم دابا الموضوع كيفاش غادي يدوز، ودابا اختي غادي نمشيو للسوق. راني لابسه جليلي بنتي ماما التويب كنجيبو ليا عز الدين في الخطبه ديالنا، وصافي كنت خيطته بحال هكا براندا وعجبني وجاني زوين. غسلت المواعين وديت لها البطاطا تسلقو وبطاطا باش نصاوب الكغاطان لانه ما بغيتش نتعطل شو الوقت ما عنديش. غتلقى جلابتي معلقه غير مورايا لانه صافي دخلت النيشان الكوزينه. غتبان لكم الروينه هنايا، ما تديوش عليها ما تديو لا حتى حاجه في هذا الشيء. دونك صافي خصني دغيا نرد هذا الشيء باش نمشيو. فغيم انا كنحس براسي اصلا تعطلت لانه مازال ليا خصني الوقت باش نوصل تمايا، عرفتو ما عرفتش واش نلقى الطاكسي اولا ما نلقاش. واخا حنا حدانا هنايا الطوبيس زوين الصراحه نقي وكيوصل حتى لهنايا، اصلا السطاسيون ديالو هو هذا هنايا حدانا وكنركب من هنايا وكنمشي في الكليما ومبرده وهذا، ولكن بعيد على داك البلاصه. كنفكر واش غنشد الطوبيس ونهبط ونشد طاكسي صغير، والله ما عرفت ما نكذبش عليكم. سالفه ضغط بيا وخاصني نوجد الغداء ونمشي نجيب داك الشيء. والله الا قلت لكم ما كنحماش ما كنحماش هذا الشيء بحال هكا تنستريس، انا انسانه كنستريس دغيا. صافي مولاي معطيني غير هاد لي بات كنتسناهم يطيبو. دابا اختي كنحكي الفرماج مو بغيت نخرج نخلي لا بلوبار واجد، غيبقى خاصني البيشاميل نخليها هي الاخر. البيشاميل تنجي اصلا مصاوبه.
ايوا صافي اختي عطو ما كنحملش هذا الشيء بحال هكا، الشيء المزروب اللي كيجي بحال هكا ما كنحملوش. في نفس الوقت انا ما كنكونش راضيه على داك الشيء، كيعجبني داك الشيء يجي من انت كوزوين وكنبغي نفرح به وهذا، وفي نفس الوقت سميتو في نفس الوقت كيجيني ديما كتكون عندي شي حاجه، وملي كيكون راسي عامران وكنبقى نفكر هنا وهنا وهنا كنهلك راسي. انا كناكلها انا في صحتي فريمون، كناكلها انا في صحتي، تنولي ما كنعش كنبقى نفكر في داك الحاجه وهذا. ايوا اختي هذا الشيء اللي عطا الله هاد الساعه، المهم راني محاربه البوطه ما كرهتش نشعل العافيه باش يطيب هادشي دغيا باش نخرج. وحق الله عطو راه الدار كاع البوطات شاعلين، وحده دايره فيها الكفته، وحده دايره فيها البطاطا، وحده دايره فيها لي بات. ايوا اختي هانتوما معايا في هاد الحرب. انا خرجت اختي شوفوا على حالها كي دايره. المهم جمعت شعري الفوق لانه الصاد ما قد على حتى شي حاجه، صافي وغاديه غنشوف اللي لقيتو طاكسي ولا طوبيس اللي لقيتو غادي نركب فيه. المهم ما كاين حتى الصاد وحتى الشمس كي دايره. ايوا نتوما معنا في هذا النهار ما عرفتش كي غيكمل وكي غيدوز. غالي ما خديت غير هاد الفلامه اللي كتشعل بحال هكا صافي، و الشميعات راه ما لتحت بويض ما غاديش يبانوا ليكم صافي. ومن بعد هنايا هذا هو الكاطو، تسناو نحلو لكم ديجا و صورتو لكم له. دونك هذا اختي هو الكاطو، قبلوا عليا حيت هو اللي خاصو يقبل عليا الصراحه، كنت ما غندير ليه شي حاجه زوينه، شي كيك ديزاين زوين ولكن ماشي مشكل، عاملي فدرت ليه كيك ديزاين زوين. دونك هذا هو الكاطو سي هكا سامبل. وهنايا خديت هذا بلاطو ديال هكا حلو، فيه هاد لي دونات ربعه، هاد لي مادلين، وهذا بلاطو ديال الملح فيه هذوك البريوات والسيجار وداكشي. ايوا اختي هادشي اللي كاين، غادي نوضب ندير الكاطو في الثلاجه ونتحزم ثاني نكمل. ها نتوما البنات دابا جيت نكمل الكاطو ديالي. عندي هنايا البطاطا شفتها هنايا في المول لتحت، هنايا اختي كنوجد البيشاميل، وهنايا هذيك الكفته اللي طيبت مع البصله خلطتها مع لي بات باش ما يجينيش لي بات ناشف، وغادي نديرهم. وانا غادي نوريكم دابا دابا درت هاد الطبقه، غادي ندير فوق منها هي شويه ديال البيشاميل باش ما تجيش ناشفه، وغادي ندير فوق منها لي بات. ها نتوما هنايا مورا درت شويه البيشاميل، درت هنا طبقه ديال لي بات، زدت عليها شويه ديال البيشاميل وشويه ديال الفرماج. هنا هاد البطاطا اللي بقات ليا باش ما تضيعش غادي نعاود نزيدها هنايا، نفرتتها شويه. من بعد البنات زدت داك البطيطه هكا من الفوق، وزدت هنا طروفه ديال لا دان فومي صافي. ودابا غادي ندير هذيك البيشاميل اللي بقات من الفوق والفرماج. ها نتوما اختي دابا غادي نبقى الطويبله، جبت هذه هنايا حطيتها هنايا ديال الكاطو، وهنايا جبت هاد الطبيصلات لانه غنتغطيها وعندنا كنكاطو. هذا جهدي على زوجتي قرة عين تمارة تبانة تمارة، بغيت نفرحو من الفوق. وهنايا المهم جيت حدا الشرجم هنايا وعلقتها لي في الشرجم لأنو ملقيتش فين نعلقها، وما عندي لهم فخ فخلت شي حاجة. هادي كنت دايرها في العيد ميلاد ديالو اللي فات، راهي هادي هنايا هاد هابي بيرثداي الكمالة ديالها دايرة لأنو كنت مخبيها فواحد الكرطونة، ودابا عاد غادي نحاول نطلقها مزيان هي هكا باش نتصور التصاورات وصافي. كبيدات ألوغ أختي قديت المكياج، مهم شي حاجة هكا شوية سامبل. هاد الكسيوة هي اللي لبست كتجي بحال هكا فنة صافي، و كنتسنى هيجي عرفتو فغيمون ماكلت شي حاجة. قلت لكم قبل خمسة ديال العشية والله ما واكل شي حاجه. دابا انا ديجا فيا قاعده قلت لكم انه انا ما كنفطرش صافي، ملي كيكون بحال هكا عندنا يجي مع الثلاثه ما كناكلش، كنبقى نتسنى حتى كيجيو كناكلو انا وياه. ايوا دابا انا بقيت مجرجره، المهم دابا تيبان ليا كانه لا صافي مزيان، لا صافي كانه فحال هذا مطراسش وهذا مطراسك. دونك هانتوما حطيت هاد الطونات هنايا صراحه عجبوني هاد لي بلاطو، خليتهم في البلاطو ديالهم النيت. وهنايا هاد الملح هاد البنات خشيتهم في الفران يسخنوا لانه قصتهم جاوني بحال شويه باردين، خشيتهم في الفران يسخنوا وصافي. باقي عاد نجبد الكاطو ديالي من الثلاجه ونحطو هنايا.
وصافي البنات هنا مورا ما قديت كلشي كان جاهو صاحبو لانه كي قلت لكم كان صاحبو عنده كيقضي شي حاجه وياه وكانوا من هنايا نيت غادي يمشيو يقضيو صافي واستقبلته زعما في الباب زيت الكاطو بحال هكا واستقبلته دونك ما نقدرش نحط لكم لا فيديو فرح بزاف وقال لك ما كانش متوقعه صافي وهذا هو الغدا ديالنا مورا ما خرجته من الفران صافي سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا حسين سنة حلوة يا جميل أختي إيش غادي نقول لكم كملنا لانيفيرسير ديالنا وخرجنا تاني نتجارة وعطيو دابا راه لحظة شونس ديال الليل مازال ما دخلناش للدار و سميتو وعندي فيديو ديال اليوتيوب ديجا اللي غنحط لكم قبل من هذا مصوره ومقاده وكلشي دخلته في ترجعته في اليوتيوب وكلشي وساعة خرجت لقيت ما عنديش الكونيكسيون باش تخدم ليا وما حطيتش لكم الفيديو دابا هو عندي وما محطوطش ما والو ايوا اختي نتوما كتشوفوا دونك سالينا العيد ميلاد ديالنا وزينا شويه ديال الحلوه وداكشي في الطاسات وخرجنا ما شاء الله نتجراو من هنا ومن هنا ولجينا الجوع لقاو ما ناكلو ايوا هادشي اللي كاين صراحه الكاطو كان زوين وانت نعاود نرجع للدار عاد ناكل نعاود ناكل منهم وزوجي قرات عيني عجبو الحال عجبك الحال اه عجبني بزاف زي قالك ما كانش متوقعها قلت انا واقيلا عاق ولكن قالك لا ما كنتش متوقع ما عقلتش كاع فاجأت صدمت كبيدات الوغ اختي البارح ما كملتش ليكم ما كملتش ليكم البارح قلت لكم بعد دخلنا حتى لجوجون ساعه دخلنا للدار اللي كاين كليناه كلين داك شويه ديال الكاطو اللي بقى مع شويه ديال داك الملح اللي كان مع شويه ديال الكغاتان اللي بقى صافي كليناه وطحنا هكا وزدي ما قادرش حتى ياكل حتى ولف حز الزومبي اني مقلوبين ما قادش ياكل وكي ما قادش نمض صافي كلا شويه صافي وطح هكا ونعس مسكين ايوا مع سالينا نقولوا حنايا سالينا شغلنا مع ديك 11:12 وكان معنا صاحب الدين وجاتو حتى هو شي حاجه على غفله وصافي ومشينا معاه ايوا ملي مشينا معاه بقينا معاه حتى هو حتى ديك جوج ونص عاد دخلنا للدار دخلت رجلي ما قادش نوقف عليها صافي دخلت تا انا كليت تشهيت زعما القهوه النهار كامل ونا في عيني القهوه غير دخلت مع جوج ونص الليل درت كاس القهوه والله الا شربت منه شي شويه صافي وحطيت هكاك وجيت انا نهزت ايوا اليوم اللي غنصبح شويه ناعسه دابا راه 12 اليوم اللي غنصبح ناعسه تليفون من الصباح هو ويز 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 ديك كتكون عندك شي خدمه ولا شي حاجه وما نقولكمش تليفون فن 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 صافي كنحاول ما نجاوبش حيت انا انسان الا مشات فقت وهضرت ما غنرجعش الناس ايوا بقيت صافي الاخر ملي شفت لي زابيل كيتعاودوا عرفت شي حاجه مهمه صافي ملي جاوبت التليفون طار ليا الناس بقيت نتقلب ونعاود والو الناس باش يرجع ليا صافي اختي هادشي اللي كاينون دابا مشيت خديت الكماله ديال التقديه اللي كان ناقصني كنسال ليا التيت ديال الماكينه خديت واحد من بيم نجربو سائل ماشي بودر وصافي والدجاج حتى هو كان ناقصني مشيت خديته ودخلت دابا 12 انا مقدي وكلشي وباقا ما واكله والو غنوض دابا ندير شي كاس القهوه ولا حاجه وغنجلس ما غنعاودش نوض من بلاصتي هذا النهار انا ردك التقديه اللي ديت صافي غادي نجلس نرتاح مسكين عز الدين الله يسمح ليا منه ولكن الناس اللي هادشي كله غيعجبو الحال لانه والله دابا مازال انا كنسالي هاد التماره وهذا كنجلس نرتاح هو مسكين تيسالاتي مشيت انا لخدمته واش نجي من الخدمه عاوتاني نمشيو للتماره ايوا ماشي مشكل المهم ماشي مشكل الحمد لله على كل حال صافي سينو بغيت نقول لكم بالنسبه للكاطو البنات اللي غيسولوني واش الكاطو كان زوين هو زوين دابا انا هذاك النوع ديال الكاطويات كيعجبني ولكن انا عارفه هذاك راه كيتقام رخيص بزاف على المخبازه يعني هذاك الثمن راه بزاف عليه الكاطو كله عامر غير بلاموس يعني كله فيه غير لاموس الشكلاط اش غنقول لا كريم كله عامر غير بلا كريم يعني حتى داك الطبقه ديال الكيكه ديال الجينواز اللي كتكون لتحت دايرين فريمون وحده رقيقه وحده ثانيه رقيقه والشيء الاخر كله عامر بلا كريم انا كيعجبوني هاد لي كاطو بحال هكا اللي كيكونوا عامرين بلا كريم كتعجبني لا كريم بقا هكا كناكل فيها ولكن الصراحه هو كيتقام رخيص يعني هذا ما فيه لا لوز لا قرقع لا حتى شي حاجه سامبل فيه غير ديك لا كريم وديك لا جينواز ايوا صافي بالنسبه لدوك المالح الصراحه زوينين عاديين ماشي واو ولكن مهم خصوصا ديال الكفته السيجار بنين بريوه اللي شي شويه هي بحال ديال الدجاج ومنسمينه بالحوت ودايرين فيها الهريسه كثيره
اما هذاك اللعيبه فحال هكا اللي بديك لاباط ديال الزبده زوينه هذيك عجبتني ما عرفتش سميتهاش كنقولوا ليها صافي. اما مهم مو ماشي مشكل انا هي كنعطيكم زعما فكر البنات اللي غي لانه البنات ديال السلا عارفين هذيك المخبزه فين جات اللي غيسولوني زعما انا عطيتكم الراي ديالي. غنسالي اختي الفيديو هنايا باش ما يجيكمش طويل في نفس الوقت حاولت غير نشارك معكم هكا شويه خليوا لي بزاف ديال الكومونتير والله محتاجاهم. شوفوا في وسط التمر وهذا الشيء كله كنصور لكم باش ما نغبرش عليكم محتاجه شويه ديال الدعم ولا كومونتير زوينين لا جيم اللي ما دايرش ابوني ديري ابوني وبارطاجيو القناه مع صحاباتكم وكنوعدكم غادي نحاول لو ماكسيموم انه الفيديو الجاي نقول لكم شنو هادشي اللي كنقدم ولا شنو هادشي اللي تابعنا ولا شنو هادشي اللي حنا فيه دابا. المهم نحاول انه الفيديو الجاي صافي نشارك معكم كلشي دونك خليكم على القرصه اختي وتهلاو فراسكم وبسلامه عليكم.